متابعي قناة الدكتور حمدي. طبعا احنا كنا اتكلمنا على الترانسميشن لاين، وكنا قسمنا الترانسميشن لاين لثلاثة موديل، سمينا موديل هو الشورت، سمينا موديل تاني هو الميديوم، والموديل التالت كان اللونج ترانسميشن لاين. وكنا شرحنا هي البارامتر عموما بتاعة الترانسميشن لاين وبتتحسب ازاي، وكنا درسنا الشورت ترانسميشن لاين وحسبنا بقى البرفورمانس والافشنسي والكلام دوت. طيب تعالوا بقى لما الطول بتاع الترانسميشن لاين يزيد شوية ونيجي نمثل الترانسميشن لاين، يا ترى هنمثله ازاي؟ ما تيجوا نشوف مع بعض. السلام عليكم شباب، عاملين ايه؟ عليكم السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بقى ايه المحاضرة بتاعتنا. طبعا المرة اللي فاتت كنا وقفنا لغاية الشورت ترانسميشن لاين، وكنا خدنا عليها مسألة. ان شاء الله النهاردة هنتكلم في الميديم ترانسميشن لاين، ازاي نقدر ان احنا نمثل الايه 3 فيز سيستم للايه للميديم ترانسميشن لاين. طبعا بالنسبه للموضوع دوت، احنا طبعا كنا شفنا الشكل العام للايه لاحد اشكال الدوائر اللي كانت بتمثل الايه الميديم ترانسميشن لاين، وكنا اتكلمنا امتى نقول على الترانسفورمر انه امتى نقول على ترانسميشن لاين ان هو ايه ان هو يتمثل بالدائره ديت. كنا اتكلمنا على المسافات وكده اهوت، كنا قلنا المسافه هي اللي بتحكمنا، وكنا قلنا الفرق ما بين الميديوم والشورت هو ان انا ايه بروح مدخل معايا الكاباسيتنس في الموضوع. طيب طبعا احنا بالنسبه لنا لما نعمل اناليسيز للترانسميشن لاين وندرس هذا الموضوع، طبعا يبقى احنا بنعمل اناليسيز من ناحيه ان احنا بنشوف الباور، بنشوف الجهد، بنشوف الفولتج ريجوليشن، بنشوف الايه الكلام دوت كله. كنا احنا اعتقد خدنا الجزئيه ديت كده كمان اللي هي الترانسميشن لاين، مثلناها في الايه في الشورت بالمنظر اللي انتوا ايه شايفينه، والمساله دي كمان كنا خدناها وكنا اتكلمنا عنها. هنيجي النهارده بقى ان شاء الله نبتدي نتكلم على الميديوم ترانسميشن لاين. طبعا زي ما احنا قلنا ان احنا كنا بنقول بنهمل تاثير الكاباسيتنس في الشورت ترانسميشن لاين، وده طبعا بيستخدم عند الجهود المنخفضه من ال 20 كيلو فولت وانت لغايه 100 كيلو فولت. انا بمثل السيستم بتاعي بالايه؟ بالميديوم ترانسميشن لاين، وباخد طبعا حسابات الكاباستنس في اعتباري. وطبعا زي ما احنا اتفقنا كنا بنمثل الريزيستنس بايه؟ يعني طبعا الريزيستنس بتاعت الخط هي عباره عن مثلا كل مثلا كيلو بيبقى ليه ريزيستنس معينه. فاحنا كنا طول الترانسميشن لاين حسبنا الارض الكليه وخدناها كواحدة واحدة، وحسبنا الـ XL وخدناها كواحدة واحدة. طب أنا عشان أمثل بقى الـ Transmission Line في الحقيقة في موضوع الميديوم ده، في ثلاث طرق ممكن أمثل بيهم الـ Transmission Line. الطريقة الأولانية بنقول عليها الـ End Condenser Method، إن أنا بروح جاي الكاباستور اللي أنا حسبته أو الكاباستنس اللي أنا حسبتها بحطها في آخر الـ Transmission Line. الطريقه الثانيه ان انا ممكن اروح جاي عامل حاجه اسمها النومينال تي ميثود، بحط الايه بقسم الريزيستنس نصين واقسم الاكس ال نصين واروح حاطط الكاباسيتنس ما بين النصين دول، فبالطريقه دي شبه التي، وهنشوف شكل الدايره بعد شويه. فبنقول ان ايه ان احنا نقدر نمثلها بالتي ميثود. ممكن نيجي نقسم الكاباسيتنس، نحط جزء منها في اول الخط وجزء منها في اخر الخط، وما بين التو كاباسيتنس دول نحط الار والاكس ال، بنسمي على الطريقه دي شكلها شكل الباي، علامه الباي يعني، فكنا بنسميها الباي ميثود. لو حابين نشوف الاشكال بقى اللي احنا بنتكلم عليها، زي ما انتم شايفين اهو ادي الترانسميشن لاين لي ار واكس ال، وادي اللود اهوت عند الريسيفنج اند، وبنمثل الترانسفورمر الكاباستنس كوحده واحده ماشي. عشان كده بنقول على الشكل اللي قدامي ده بنقول عليه الاند كوندنسر ميثود. ده طريقه من احدى الطرق اللي انا ايه ممكن امثل بيها الترانسميشن لاين، طريقه من الثلاثه اللي احنا كنا بنتكلم عليها يعني. الطريقه الثانيه موضوع التي اللي انا كنت بكلمكم عليه من شويه، زي ما انتم شايفين في الرسم اللي قدامكم، هو عمل ايه؟ جه الريزيستنس بتاع الترانسميشن لاين قسمها على جزئين، والاكس ال قسمها على جزئين زي ما انتم شايفين، وحط في النص ما بينهم الكاباستنس. عشان كده
بما ان الطريقه دي شبه حرف التي فسمينا ايه، سمينا الميثود دي التي ميثود. طبعا زي ما انت شايفين طبعا البارامتر بتاعت الدايره معروفه، معروف ان الفولت في البدايه هو فولت السندنج او الفولت بتاع الارسال، بيمر تيار اسمه الاي اس، الاي سندنج، وبعد كده الاي اس ده بينقسم لجزئين، جزء بيروح الكباستا نسميها اي سي، وجزء الثاني بيروح عند الريسيفنج عند اللود يعني، فبنقول عليه الاي ار، والفولت اللي عند اللود طبعا برضه بنسميه الفي ار زي ما احنا قلنا قبل كده. هذه طريقه النومينال باي ميثود زي ما انت شايفين، الار والال مجموعين والاكس ال مجموعين مع بعض كلام بواحده، وجينا للكباستنس قسمناه لجزئين، جزء اتحط عند السندنج اند وجزء اتحط عند الريسيفنج اند، فبقى قيمه الكباستنس سي على 2 في الناحيتين، وبالتالي احنا عندنا الفولت في اس بتاع السندنج اند هو المتسلط على الكباستنس، والتيار اي اس هينقسم مره، جزء منه هيمر في الترانسميشن لاين اللي هو الار والاكس ال وسميناه اي ال، وجزء تاني هيمر في الكباستنس الاولانيه وسميناه اي سي 2، بعد كده الاي ال طبعا جزء منه هيروح على اللود وبنقول عليه الاي ار، وجزء تاني هيمر في الكباستنس سي 1 في السي 2 الثاني يعني، وقلنا عليه اي سي 1. ده الايه، دول الثلاث حاجات اللي انا ممكن اقدر امثل بيهم الترانسميشن لاين بتاعي. يعني انا ممكن مثلا في قلب الامتحان يجي لك مساله يقول لك استخدم التي ميثود، استخدم الباي ميثود، استخدم الاند ايه كباستور ميثود، فانت تبقى انت عارف شكل الدايره اللي بتمثل كل حاله على اساس ان انت ايه ترسمها وتبتدي تتعامل معاها. لو جينا نتكلم على التي ميثود زي ما انت شايفين كده، حبيت ارسم الفيزور دايجرام بتاعها، ادي التي ميثود بتاعتي. لو احنا جينا نبص مثلا للتيار عندنا، وليكن التيار اللي اسمه اي اس، التيار الاي اس ده زي ما احنا عارفين هو عباره عن محصله التيار اللي اسمه اي ار زائد الاي سي، لان في الاخر الاي اس اتقسم لاي ار زائد الاي سي. طيب لو احنا قلنا ان دوت هو الاي ار الدايركشن مثلا بتاعه، ماشي، هيقبل اي سي عمودي عليه طبعا، لان احنا كلنا عارفين ان ايه ده ايه ده جي اكس سي، بما ان ده جي اكس سي طبعا هيبقى عمودي على الجزء دوت طبعا، وهيبقى عمودي في الايه في الاتجاه الايه في الاتجاه العكسي على اساس ان الكباستنس بتبقى بالنيجاتيف يعني، فيبقى دي الاي سي، يبقى اللي بيقفل الاثنين مع بعض او المحصله بتاعتهم يعتبر هو التيار اللي اسمه اي اس. لو حبينا نجيب مثلا الجهد اللي اسمه في 1 من خلال الفيزر دياجرام، الفي 1 هو الفولت اللي هنا، اكيد منطقيا الفولت اللي هنا هو اللي على الكباستنس ده، هيبقى عباره عن الفي اس بلس الدروب اللي هنا. لما نيجي نمثل هذا الكلام يبقى احنا عندنا ادي الفي ار اللي هو الجزء، او ممكن يبقى عباره عن الجزء اللي هنا زائد الجزء اللي هنا زائد الجزء اللي هنا، تمام. طيب احنا لو حبينا نمثل هذا الكلام يبقى الكلام دوت بالنسبه لنا او بالنسبه لنا هو، او ممكن برضه اجيب الفان منين، ان هو يبقى الفي ار اللي هو الجزء ده زائد الجزء ده اللي هو الاي ار في الار على 2 زائد الاي في الاكس ال على 2، وبالتالي لما نيجي نرسم هذا الكلام يبقى عندنا ادي الفي ار عندنا اهو، طبعا الاي ار المفروض ان هو معايا فهضربه في الريزيستنس هياخد نفس الايه نفس الاي ار نفس الايه، هيبقى بارلل طبعا للاي ار هنا عشان هو اصلا كده مر في الريزيستنس، فبالتالي بما انه مر في الريزيستنس هيبقى ياخد نفس الفيز يعني قصدي، وطبعا الجزء بتاع التيار اللي ماشي في الجزئيه دي او الفولتج دروب اللي ماشي هنا اهوت هيبقى الاي ار مضروبه في الايه في الاكس ال على 2، وبالتالي هيبقى الكلام دوت المفروض ان عمودي على مين؟ عمودي على الاي في الار على 2 زي ما انتم شايفين كده، فرسمنا الكلام ده عمودي وقفلناهم هما الاثنين مع بعض، يبقى انا كده جبت الفي 1. بنفس الاسلوب برضو ممكن اجيب الفي اس عادي، يبقى انا عندي الفي 1 زائد الدروب اللي هنا يبقى دي الفي 1 اهو، بعد كده الاي اس في الار على 2 اهي، طبعا الجزء برضو بتاع الاكس ال على 2 ده هيبقى عمودي، فلما يبقى عمودي لو قفلنا الكلام ده مع بعضه يبقى دوت هو الفي اس. يبقى انا كده جبت كل جزئيه كفولتج كفيزور دايجرام ككرنت جوه الايه الترانسميشن لاين. طبعا احنا كلنا عارفين لو حبينا بقى نبص على البارامتر بتاع الترانسميشن لاين هنلاقي ان احنا عندنا ايه، ان احنا عندنا في سيريز امبيدنس اللي هي ار زائد جي اكس ال، في عندنا كمان طبعا احنا عندنا ممكن نمثل الاكس سي بدل ما نقول اكس سي نمثلها بالادمدنس، كلكم فاكرين موضوع الادمدنس ده اللي هو واحد على زد، لو انتوا فاكرين الكلام دوت من ايام ما خدتوه في الكهربيه بتاعت الايه بتاعت السيركت وان يعني،
فيبقى الادمنس بدل يعني بمعنى اخر، بدل ما اقول واحد على الاكس سي بدل ما بكتبها واحد على الجي اكس سي، لا هتبقى جي في الايه في الاوميجا سي، الاوميجا سي اللي هي 2 باي اف في السي، فهتتحول بدل ما هي بوزيتيف عشان هي كانت تحت تتحول لنيجاتيف، اسف بدل ما كانت نيجاتيف هتتحول لبوزيتيف، وطبعا الاوميجا هي 2 باي اف في قيمه السي. طيب طبعا الفولت اللي عند الريسيفنج اند يعني عند اللود بنرمز له زي ما انتم عارفين بالرمز في ار، الكرنت اللي هو عند الريسيفنج اند بنرمز له بالرمز اي ار، التيار اللي ماشي في الكاباستنس وليكن مثلا ممكن نسميه اي بي مثلا، باعتبار ان هقول ان عند الكاباستنس يبقى بدايه الكاباستنس اي ونهايه الكاباستنس عند النيوترال بي، وليكن هنسميه اي اي بي. عندنا كمان ستيندنج اند فولتج هنقول عليه في اس، و ascending in the current هنسميه IS. طيب لو انا جيت اطبق كيرشوف فولتج لو هنبص نلاقي ايه؟ هبص الاقي ان الفي اي بتاعي اي بي بتاعي هو عباره عن الفي ار زائد الزد على 2 في الاي ار. الكلام ده جاي منين؟ جاي من هنا ان احنا بنقول ايه؟ احنا كنا بنتكلم على مين؟ تعالوا كده نرجع تاني، احنا كنا بنقول ان الفي اي بي الفولت بتاع الكباستنس يعني هو الفي ار الفولت بتاع الريسيفنج اند زائد زد على 2 مضروبه في الايه؟ في الاي ار. طيب يبقى الفولت اللي هنا اللي احنا مسمينه في 1 ممكن نكتبه اي حاجه، هو كان كاتبه في اي بي، هو عباره عن الجهد بتاع الفي ار مضروب في مين؟ في الكرنت اللي اسمه اي ار في الامبيدنس دي. بما ان الامبيدنس بتاعت الترانسميشن لاين كلها اسمها زد، فاحنا ايه؟ طبعا قسمناها جزئين، فهتبقى الجزء دوت هو عباره عن الاي ار في الزد على مقسومه على كام؟ على 2. طبعا الكلام ده برضو اقدر اطبقه هنا بكل سهوله، لو انا عايز الفي اس يبقى الفي اس برضو هي الاي اس في الزد على 2 زائد الفي اي بي او الفي 1 ايما تكون الامور يعني. طيب برضو نفس القصه، لو انا عايز احسب التيار اللي بيمر في الكاباستنس هيبقى الجهد اللي على الكاباستنس مقسوم على قيمه الكاباستنس، فبالتالي يبقى ايه؟ يبقى الاي اي بي مثلا لو احنا قلنا التيار اللي بيمر في الكاباستنس اسمه اي بي، يبقى الفولت اللي على الكاباستنس مقسوم على الزد بتاعت مين؟ بتاعت الكاباستنس. طيب احنا كلنا متفقين ان احنا هنعبر عن الكلام ده بالواي، يبقى كان واحد على زد ديت هي عباره عن مين؟ عباره عن الواي اللي احنا كنا لسه قايلين عليها من شويه، يبقى الاي اي بي هي الواي مضروبه في الفي اي بي. يبقى انا كده لو معايا قيمه الكاباستنس على طول هروح واحد على قيمه، يعني احسب قيمه الكاباستنس واقول واحد عليها، او اقول جي اوميجا سي على طول زي ما احنا قلنا يطلع لنا التيار. يعني عشان برضو الناس تبقى متابعه معايا، احنا بنقول ان التيار اللي بيمر هنا الاي سي اكيد هو الفولتج اللي هنا مقسوم على الزد اللي هنا، طب بطريقه الواي يبقى مضروب في الواي. ماشي يا شباب؟ حد عنده مشكله في الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ طيب اوكي. برضه لو جينا اذا برضه من لو احنا جينا نبتدي نكتب بقى كيرشوف فولتج لو الكلام دوت، هنلاقي ايه مثلا؟ لو احنا بنكتب الكلام ده للكرنت على سبيل المثال، هنلاقي ان الاي اس هو مين؟ هو عباره عن الاي ار زائد الاي اي بي، والكلام دوت طبعا واضح من الرسم هنا ان الاي اس اللي هنا اتوزع ما بين الاي سي والاي ار اللي هنا. برضو الاي اس ممكن احنا نشيل الاي اي بي دي ونحط بدلها مين؟ القيمه دي اللي هي الواي في الفي اي بي اللي هي بنحسبها زي ما انتم شايفين كده. طيب وممكن كمان ان احنا نشيل الفي اي بي دي ونروح نحسبها منين؟ من السيركت اللي جنبها على طول اللي هي هتبقى الفي ار زائد زد على 2 في مين؟ في الاي ار. يعني هيبقى عباره عن عندنا الكلام ده جاي من السيركت اللي ايه؟ اللي قدامكم ده، ان الكرنت اللي هنا هيبقى عباره عن الكرنت اللي هنا زائد الكرنت اللي هنا، واحنا موريين ازاي نقدر نحسب الكرنت ده. اقدر لو جيت اطبق الكلام ده برضو على الفولتج هطبقه بنفس الاسلوب، يبقى الفي سيندنج هو عباره عن الفي اللي على الكاباستنس زائد زد على 2 في الاي اس، والكلام ده هيتم من خلال انهي سيركت؟ هيتم من خلال السيركت دي، ان الفي اس هي الاي في الزد على 2 زائد الفي 1 اللي احنا سميناها في اي بي في الايه في الكلام اللي احنا في الاناليسيز اللي احنا كنا بنعملها. ممكن كمان نشيل الفي اي بي اللي هنا هو بتاعت الكاباستنس ونقول ان هي مجموع الفولت اللي هنا زائد الفولت اللي هنا، يبقى هي عباره عن اشيلها واحط بدلها في ار زائد اي ار مضروبه في الار على 2 زائد جي اكس ال على 2 اللي هي بنقول عليها زد على 2. فزي ما انتم شايفين لما جينا نكتبها اهو كتبناها الفي اس بتساوي الفي ار زائد زد على 2 في الاي ار، وجينا للجزء اللي هو بتاع اللي هو الاي اس ده كتبناه بالمنظر اللي انتم شايفينه، لان احنا جمعنا الكلام ده كده مع بعضه، خدنا الاي ار
كومن من الجزء ده والجزء ده، هيتفضل من هنا واحد ومن هنا زد على اتنين، يبقى كل الكلام دوت مضروب في اي ار، وهنا الواي في الفي ار اتكتبت لوحدها زي ما انتم شايفين كده. اذا احنا بقى كتبنا الكلام ده، حاولنا نحط الكلام ده في ماتريكس، تمام؟ فقلنا ان احنا عندنا في الماتريكس الداخل في اس واي اس، والخارج في ار واي ار. بدانا بقى ايه الكلام اللي احنا عملناه دوت نحطه في ايه، في شكل ماتريسيز كده. فطلع لنا ادي بارامتر وادي بارامتر وادي بارامتر وادي بارامتر. هنسمي الاولاني ايه، هنسمي الثاني بي، هنسمي الثالث سي، هنسمي الرابع دي، زي ما احنا كنا متعودين نسمي في الترانسميشن لاين. بس طبعا في الترانسميشن لاين كان الاي بواحد، كان البي بزيرو وكده، فكانت ايه الدنيا بالنسبه لنا ايه، بسيطه اكتر من ان احنا نقدر نكتب في الصوره اللي احنا قدامنا دي. فاحنا لو بصينا كويس يبقى انا ممكن استبدل واحد زائد زد في واي على اثنين، استبدلها بايه؟ البي ممكن هي عباره عن الزد مضروبه في واحد زائد زد واي على اربعه، السي هي عباره عن واي، دي بالنسبه لي هي عباره عن واحد زائد زد واي على اثنين. فبالتالي ممكن يطلب من حضرتك مثلا في قلب المساله مثلا برضو احسب البارامتر بتاع الترانسميشن لاين، يعني احسب البارامتر الاي والبي والسي والدي. طبعا لو احنا بصينا كويس هنلاقي ان الاي والدي هي نفس القيمه، فبالتالي انا مجرد ما حسبت الدي يبقى انا كده حسبت مين؟ حسبت الاي، او مجرد ما حسبت الاي يبقى انا حسبت الدي. البي طبعا هي عباره عن الزد مضروبه في واحد زائد زد واي على اربعه، والسي كده كده هي الايه؟ هي الواي على طول. خلي بالكم ان احنا كده بنتكلم على مين؟ على الـ A والـ B والـ C في الـ A T Transmission Line، يعني على تمثيل الـ Transmission Line كإيه؟ كـT. طبعًا أكيد الـ A والـ B والـ C والـ D دي القيم ديت هتختلف لو إحنا شغالين فين؟ لو إحنا شغالين على باي Transmission Line، لأن أكيد البارامتر هتبقى مختلفة في الفولتج والتيار. طيب، خلاص طبعًا الكلام ده بقى بيشرح بقى بالتفصيل يعني إيه الـ A ايه البارامتر. فبيقول لك الاي ار هو الريسيفنج اند كارنت بير فيز، الفي ار هو الريسيفنج اند فولتج بير فيز، الاكس ال هي الاندكتيف رياكتانس بير فيز، الار هي الريزيستنس بير فيز، السي هي الكاباستنس بير فيز، الزد هي الامبيدنس بير فيز اللي هي عباره عن ار زائد جي اكس ال، الفي اس هي السندنج اند فولتج بير فيز، والاي اس هي السندنج اند كارنت بير فيز. بيقول لك ان ايه زاويه الفاي ار اللي هي الزاويه ما بين تيار الريسيفنج اند و الفولت بتاع الريسيفنج اند، بيقول لك الكوزاين ده يمثل الريسيف اند باور فاكتور لاجنج، وبيقول لك ان الفاي اس برضه كوزاين فاي اس بيمثل السندنج اند باور فاكتور لاجنج. يبقى من هنا احنا عن طريق حسابنا للكوزاين فاي ار او كوزاين فاي اس ده بيدينا الباور فاكتور عند السندنج اند او الباور فاكتور عند الريسيفنج اند، على حسب انا بجيب مين في الاثنين. هو هنا برضو بيوضح لك بعض شويه حاجات كده على الفيزر اللي كان رسمه الموضوع. طبعا ده يخص الايكويشن اوف نومينال تي ميثود. بيقول لك ان احنا لو خدنا الفي ار از ذا ريفرنس، تمام، يبقى الفي ار هيبقى طبعا ريفرنس يعني ليه ريال فاليو ملوش ايماجينري فاليو، فيبقى الفيكتور في ار هو في ار وزيرو. طبعا الريسيفنج اند طبعا هيبقى التيار مضروب في الزاويه بتاعته، انتوا عارفين احنا بنحلل الزاويه لكوزاين وفاين، هيبقى كوزاين وساين، هيبقى الاي ار هو عباره عن كوزاين فاي ار ماينس جي ساين فاي ار. برضو عندنا اللاين لوسز هو عباره عن مين؟ ريسيفنج اند هو عباره عن مين؟ يعني احنا لو بنحسب الفولتج دروب بمعنى صح يبقى قيمه الاي مضروبه في الزد، فبالتالي لما احنا نتكلم على الريسيفنج اند يبقى تيار الريسيفنج اند في الزد على اثنين ده بيديني اللوسز الموجوده عند الريسيفنج اند. كذلك الحال لو احنا بنحسب الفولت عند الكاباستنس اللي هو احنا كنا مسمينه في اي بي او سميناه في 1، يبقى الفي اي بي هو الفي ار زائد ايه نص الامبيدنس مضروبه في الاي ار. وطبعا التيار اللي اسمه اي سي هيبقى قيمته عباره عن جي في الاوميجا سي في الفي 1، عشان هنا احنا اخترنا ايه يا شباب، ما قلناش زد، اخترنا الادمدنس اللي قيمتها بجي اوميجا سي. عند السندنج اند طبعا هيبقى الايه التيار الموجود عند السندنج اند احنا قلنا انه هيتوزع في حتتين او هو مكانين، يعني اي ار زائد الاي سي جزء من التيار هيروح على الكاباستنس وجزء من التيار هيتوزع يروح للايه؟ لطلب اللود او للحمل يعني. طبعا الدروب اللي حاصل عند السندنج اند برضه هو عباره عن قيمه التيار في الامبيدنس اللي بيمر فيها، يبقى هو يعتبر اي اس مضروب في زد على اثنين. طيب لو احنا برضه عايزين نحسب السندنج فولتج يبقى الفي اس بيساوي اي اس في الزد على اثنين زائد الفي 1.